برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، نظم مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر مؤتمره العلمي الرابع تحت عنوان عدن رؤية في تاريخها التجاري ومستقبلها الاستثماري والاقتصادي. هذا المؤتمر الذي يعقد اليوم والذي نظمه مركز عدن للدراسات أعتقد أنه يحتل أهمية كبيرة جدا في هذا الوقت بالذات. يطلعنا نحن كباحثين ويوثق لتاريخ عدن التجاري ومستقبلها، لا سيما وأن عدن تمتاز بهذه الوظيفة الاقتصادية والتجارية. المؤتمر ناقش بعدة أوراق علمية تاريخ عدن التجاري والاستثماري وجوانبها المتعلقة بالوظيفة الاقتصادية والتجارية للمدينة وأهمية التخطيط الحضري ونموه ومشاكله. نريد أن نخرج من خلال هذا المؤتمر برؤية مستقبلية استثمارية اقتصادية لعدن، فنريد من الباحثين طبعا من خلال أبحاثهم أن نخرج بالعديد من التوصيات بحيث نستفيد من هذه التوصيات ونسلمها للسلطة المحلية ونسلمها للمجلس الانتقالي حتى يتسنى لهم الاستفادة منها، بحيث كيف نجعل من عدن منطقة استراتيجية استثمارية اقتصادية. المؤتمر هذا لفتة مبدئية للبنى أساس الاستثمار في عدن، بنحاول نقدم تجارب معينة يمكن تفيد المجتمع بشكل عام وتفيد الاستثمار بشكل خاص، ونتمنى أنه ما يتوقفش على كذا، تكون هناك ورش عمل وتكون هناك أفكار تطوير من ناحية الهيئة العامة للاستثمار. المؤتمر خرج برؤية مستقبلية استثمارية واقتصادية لعدن، وذلك من خلال توصيات الباحثين والتي سيتم تسليمها للجهات المعنية للاستفادة منها بغية النهوض بواقع المدينة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.